تحرير العقل من عبودية الأفكار والخيالات المتراكمة هو غاية الإنسان، لأنها تمنح الراحة للعقل ويجسد الإبداع من خلال الفنون المختلفة، ومنها فن الرسم الذي يهذب ذائقة الإنسان وحاسيسه ومشاعره. الفن يكون طاقة أنه نطرد الطاقات السلبية من الإنسان، أنه الإنسان عبارة عن موهبة، والموهبة تمثل الجمال أو الجوهرة داخل نفس الإنسان، هو المبدع هو المبتكر، أنه هي الآلة التي تصنع الجمال وتوصف الجمال وتعطي للجمال أهمية، وأهمية الكمال لما هو يختاره أو يختاره الإنسان العالم. جولسان مردان فنانة تشكيلية تسعى جاهدة إلى التعبير عما في مخيلتها عن طريق الألوان ومزجها في لوحات جميلة تسهم في التعبير عن قضايا المجتمع المتعددة بأسلوب فني جميل. الفنان يقدر يخلي مأساته باللوحة، تمام لو لا؟ أي ينقلها للوحة، لأن الفنان هو لازم يجي، لازم يصير فتشي رقيق حتى يعني يقدر يعبر اللي بداخله على اللوحة. ورغم المحاولات العديدة للتشجيع على فن الرسم وبالأخص بين الرسامات من خلال دعمهن بفتح معارض فنية بين الحين والآخر، إلا أن الإقبال لا يزال ضعيفا، بل ومحصورا بين القلة من الطبقة المثقفة، لأن ثقافة المجتمع لا تزال بعيدة عن الارتقاء الفني. النشاطات الثقافية تمثل حالة مهمة من حالات المجتمع، خصوصا إذا ما امتزجت مع الواقع الفني للمحافظة. اليوم هذا المعرض مزج ما بين الفن التشكيلي وبين فن التصوير لفنانات من محافظة كركوك، عكست جانب مهم وهي رسالة مهمة من مجتمع كركوك، أن كركوك تبقى مدينة للسلام أولا، مدينة للحب والتآخي والوئام. جولسان تتحدث عن المعارض الفنية التي شاركت فيها خارج الوطن وكيف لاقت أعمالها قبولا وإعجابا ملفتا، ورغم غياب الدعم الحقيقي لفن الرسم فهي مستمرة في حبها لهذا الفن، لأنها تجد من خلاله الراحة النفسية التي تبحث عنها. الفنان أنا أعتبره مرآة المجتمع، مرآة الدولة. من نطلع إحنا خارج مثلاً، إحنا من نطلع خارج، أنا أكثر معارضي بخارج القطر، يعني مشاركاتي بخارج القطر، بس من أخذ لوحاتي بحيث يعني يصفنون على اللوحات، يعني أنا أعبر عن مأساة بلدي. لفن الرسم فوائد كثيرة، منها تحرير الطاقة السلبية لدى الإنسان والتي تتراكم بمرور الأيام من خلال ضغوطات الحياة اليومية، مما يضطر الإنسان إلى البحث عن متنفس لكي يقلل من تلك الأعباء. لبرنامج نسمة زاغروس، جيار سعيد، كركوك.